مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا عبر الام تي في. بدي اقول مبروك لسيده المطران حنا علوان يلي عينوا قداسه البابا فرانسيس اليوم. هو بنعرف انه المطران علوان هو النائب البطريرك الماروني العام، عينوا قداسه البابا مستشار بالمجلس الحبري لتفسير النصوص القانونيه. من المعلوم انه هو كمان ايضا استاذ محاضر بمعهد القضاء الروتري بالكرسي الرسولي، وشغل منصب قاضي بمحكمه الروتر الرومانيه الرسوليه لمده 23 سنه. بحب بلش هيك بالاخبار الحلوه لاقول قديش اللبنانيين ان كانوا يعني ان كانوا روحيين ولا مدنيين او اطباء او باي مجال اللي كان، قديش كمان اليوم لهم اهتمام ولهم ايضا تقدير خصوصا من الدول ومن الدول اللي بتحترم الإنسان في لبنان. ومن هيك دايما بقول لبنان مليء بالطاقات، مليء مليء مليء، بس عرفوا انكم استفيدوا من هالطاقات الموجودة على كل الصعد. ومؤسف جدا انه يكون لبنان وصل الى ما وصل اليه وعنده هالكم من الإبداعات والطاقات والإنجازات العالمية يلي اذا سألت معظمها لبناني، مع طاقة إيجابية أكيد. مع أيضا بداية هالحلقة بدي بلش مع المعلومة. معلومتنا لليوم هي أنه مجلس الوزراء مدد قرار الإكفاء للإقفال لغاية 8 شباط، وبالتالي مع هذا القرار أكيد يعني اللي اليوم كان في توصية للجنة الوزارية المكلفة متابعة موضوع التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا باجتماع اليوم، ولدى عرض خلاله وزير الصحة طبعا العامة البيانات المرتبطة بانتشار الوباء، وبعد استعراض واقع انتشار الفيروس وضرورة رفع جهوزية القطاع الصحي لا سيما الخاص منه لمواكبة ارتفاع عدد الإصابات المتزايد، ما فيها رفع عدد الأسرة في غرف العناية الفائقة بما لا يقل عن 100 سرير بالمستشفيات الخاصة، إضافة لاستعمال طبعا واستكمال التجهيزات الجارية حاليا بالمستشفيات الحكومية. وبناء لضرورات المصلحة العامة فإن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء أعطيا موافقة استثنائية على تمديد العمل بقرار الإغلاق رقم 26/8، وبالتالي لغاية الساعة 5 من صباح يوم الاثنين الموافق فيه 8/2/2021، وعلى أن يعاد النظر بالاستثناءات أو استثناء بعض الحالات الطارئة والمستجدة بموجب قرار يصدر عن السيد رئيس مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي الوزراء المعنيين، وطبعا استنادا إلى طلب يقدم إلى غرفة العمليات الوطنية لدى رئاسة مجلس الوزراء بواسطة رسالة نصية قصيرة على 1220 أو من خلال موقع الإلكتروني covid.pcm.gov.lb أو من خلال تطبيق خاص ينشأ لهذه الغاية، على أن يعرض هذا القرار لاحقا على مجلس الوزراء في سبيل التسوية. يعني هلأ القرار الإكفال صار لثماني شباط، ولكن الاستثناءات بانتظار أكيد عن كل وزير أو عن رئيسة الحكومة شو هي القطاعات رح تستثنى أو ستبقى على ما هي عليه. مع العلم أنه نحن من خلال هالبرنامج بالذات كتار من القطاعات اليوم طالبت استثناء لأنه موضوع الوباء ما بيأثر على أعمالها، وخصوصا موضوع الدليفري يكون للبنانيين، خصوصا يلي بيشتغلوا بالحلويات وغيره، ما أنه الأفران عم بتقدم حلويات ليش مش بيكونوا هن مش الأجانب مثلا. بموضوع الصناعة يلي كمان رجع شدد وزير الصناعة اليوم انه هو اوصى انه اول شيء عم بيتابع موضوع الصناعات المستثنات، ولكن هو عم بيطالب كمان انه القطاع الصناعي لا يستثنى خصوصا اذا كان اخذ كل الاجراءات المتعلقه بموضوع
طبعا عدم انتشار الوباء بين العمال والموظفين في المصانع والمعامل، مع العلم انه كان صدر يعني جمعية الصناعيين اللبنانيين كانت وقعت مع اليونيدو كتيب، يعني هي كانت مشاركة في وضع هذا الكتيب والدولوب كل مصانع العالم ومنهم لبنان، صناعيين لبنان، ببين فيه الإجراءات المفروضة واللازم ياخدوها المصانع أثناء وباء الكورونا حتى ما تتوقف حركة الإنتاج والمعامل، حتى يحموا حالاً يحموا موظفينهم وبالتالي الحركة الاقتصادية تستمر. ولكن اللي صار بالبلد أنه لا هذا القطاع بده يمشي وهذا القطاع ما بده يمشي، يعني كلنا كنا عم نتابع وشو عم بيصير من أصوات. هلأ بما أنه تمدد الإقفال لثماني شباط، في إعادة نظر ممكن بالاستثناءات، أكيد نحن رح نتبعها وإن شاء الله أنه نضم نحن اخدين كل الاحتياطات اللازمة، خصوصا انها هي قضية مسؤولية شخصية اكتر ما هي شيء تاني. نحنا بأكيد انا بأكد كل الجهود يلي مبذولة خصوصا بما يخص الناس، لانه هالمرة الناس بالفعل التزمت بالحجر لانه لمست واقع المستشفيات وواقع القطاع الصحي يلي نحنا بنوجه لهم تحية كبيرة وبنا نقول يعني خلينا حامين حالنا ببيوتنا او بأماكننا احسن ما نوصل لمكان ما نلاقي لقلنا سرير أو مكان التنفس أو إلى ما هنالك. بالوقت يلي اليوم عم ينحكى بلا مركزية استراتيجية، إذا خطط بالمناطق يعني بالأقضية، يعني نحن بنعرف مثلا بقضاء المتن كان ساعات الأيام عاملة استراتيجية معينة، ولكن اليوم بفتكر رئيسة الحكومة هي اللي اليوم يعني في ممثلين عن الصليب الأحمر، في ممثلين عن دفاع مدني، عن الوزارات، يعني هو برئاسة الحكومة عم بتكون استراتيجية هيدي. ولكن البلديات كمان البعض منها عمل خليات أزمة عنده مشكور، ولكن أنا بدي فكر كمان بكل القرى والبلدات اللي ما عندها بلديات، يعني الدايلم ختير والقائم مقامين والمحافظين في بين إيديهم من القدرة لتنفيذ آليات وخطط موضوعة ليكونوا كمان إلى جانب هؤلاء الناس، يعني كمان بدنا ناخذ بعين الاعتبار هالمناطق هيدي. وبرجع بشدد يعني من خلال كثير من الاتصالات يلي بتوصل ويلي بيطلعوا معنا ويلي بيتابعوا، إنه يا عمي حطوا إلى جانبكم الناس الاختصاصيين، أصحاب الاختصاص، أصحاب العلاقة، يعطوا يعني خذوا بخبرتهم، خذوا بآرائهم، درسوا اقتراحاتهم، لأنه هن يمكن أكثر على الأرض، هن عارفين الواقع أكثر من الناس اللي هي يعني بس أخذ مراكز. للأسف الشديد اليوم مش مسموح بقى ما يكون عندنا استراتيجية وطنية مشددة ولكن كمان فعالة على كل الأصعدة. متابعات اتصالاتكم على 04-444-444 إذا في اتصال حاضر. ألو. ألو مرحبا. مرحبا أهلا. يعطيك العافية مدام روبيكا. أهلا فيك تفضل. معك عبد الغني يحيى الغزال. إيه أهلين تفضل. معك عبد الغني. أهلا أهلا وسهلا فيك، شو عندك؟ معك من فترة يا ريت بتوطي صوت التلفزيون، يا ريت بتوطي صوت التلفزيون من عندك لأقدر اسمعك مزبوط. من فترة 25 نعم تعرضت لحادثة مطمر النعمة. نعم مطمر النعمة استقامي وثقلين، تعرضت لأمراض سرطانية، بعدني لهلا عم باخذ أدوية على حسابي، بعدنا هلا عم باخذ ادويه على حسابي، ما عطوني تعويض وادويه بعدني هلا عم باخذها على حسابي. يعني اقفى المطمر الناعمه وانت بعدك لهلا عم تتعالج، بس يعني انت بدك مساعده يعني هلا لتكمل علاجك؟ مساعده ماليه. ايه اوكي. نعم. نحن رح نحط رقمك على الهواء واكيد يعني بتمنى لك الشفاء. وشو بدي اقول لك، يعني الله يحمي لبنان واللبنانيين من كل الامراض وخصوصا من هالوباء كمان، ان شاء الله يكون في تجاوب مع اتصالك يا استاذ، رقمك هو على الشاشه، اوكي؟ اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال؟ الو. ايه تفضل. الو. اهلا تفضل. الو. عم بسمعك. مرحبا. مرحبا. وعدتك بدي اسالك على المي فرن الشباك. ايه لاقول لك شو موضوع، مي فرن الشباك مش مفروض يكون في قطع مي.
لأنه صار لأربع أيام مقطوعة مية بيروت. آه مية بيروت إيه. لألك لأنه اللي بياخدوا من الديشونية ما يعني ما عندهم مشكلة بالمي، ولكن يلي بياخدوا كانوا من محطة دبي يعني محطة الأشرفية بتوزع محطة تلة الخياط، كان في عطل بدبي بالكهرباء وكان في عطل تاني كمان بمحطة الكهرباء تبع الأشرفية. هلأ في عطلين بالأشرفية عم يتصلحوا، يعني من هلأ بعد المنطقة ما في عندها مي. بالنسبة لمنطقة بيقوت، لأنه كمان يعني أنت بالنسبة لك إذا بتاخد من بيروت في عطل بالكهرباء بمحطة الأشرفية، هذا العطل بعد ما تصلح لليوم، بس يتصلح بترجع المي أكيد مثل ما كنتوا تاخدوها، يعني حسب التوزيع يلي كنتوا معودين عليه. هلأ بما أنه عم نحكي بموضوع المي، كمان بدي أقول أنه العطل يلي كان بمحطة دير الصليب تصلح، ومنطقة بيقوت والمنطقة يلي بتاخد منها المحطة هيدي مفروض اليوم ترجع المي لإلها. هلأ موضوع أفقة، كل بعدني عم بقول كل الفتوح وفي منطقة من جبال تاخد من خط أفقة، في أعطال بالوادي وهل يعني ما عم يحمل هالأثر لأنه أثر كتير قديم، كل ما عم بيكون في قوة مي عم ينفجر الأثر وعم بيكون في كتير صعوبة بالإصلاح، لأنه مطرح ما عم بيصير هالانفجار او هالقصات اللي عم تتفخت هالاستر هيدا شوي صعب، خصوصا بهيك ظرف وبوادي، يعني في شوي صعوبه امام الفنيين بهذا الموضوع، بس اكيد المؤسسه ما رح تترك الموضوع والناس بلا مي، يعني خلينا نكون واقعيين، ولكن للاسف الشديد اليوم المؤسسه عم تتكل على كهرباء لبنان، لانه اذا تعطل عندها مولد كهرباء ما عم تقدر إنه تصلحوا، وبالتالي اليوم المتعهدين يلي متعاونين عنده كمان عم يطلبوا على أسعار السعر الموازي، كمان مش بقدرة المؤسسة إنه اليوم كمان إنه هي تعمل إصلاحات سريعة، يعني هيدا هو الواقع الأليم يلي نحن موجودين فيه هلأ، يعني للأسف الشديد للأسف. بياخد اتصال تاني. ألو 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 بونجور. بونجور مدام، تفضلي. الو بونجور. بونجور، عم بسمعك، تفضلي 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 مدام ربيكا. انا عندي سؤال بدي اسالك اياه. اي نعم تفضلي، شو عندك؟ بدي اعرف كل شيء اجى مصاري على لبنان اي راحوا وزعوها بالبقاع ووزعوها بالضاحيه ووزعوها بالشو والأشرفية ما بيطلع لهم فرانك ليه؟ ليكي مدام مش كل الناس ما طلع له. هلأ أكيد يعني أنا من خلال اتصالات الناس بالبرنامج عرفت أنه في عالم كتير متضررة بالأشرفية وبالجميزة وبمرم خايل بهالمناطق يلي تضررت كتير جراء الانفجار، زاروها ولكن بعد زيارة ما كان في أبدا أي تواصل، لا مصاري ولا أشغال، وبعدني لهلأ بتلاقي اتصالات من عالم موعودين، يعني رح يصير لها 6 أشهر موعودين ولهلأ ما صار شيء. هلأ ما بعرف وين راحت كيف راحت، يعني أنا كتير سألت عن الموضوع والناس عم تسأل، حتى ما بدي شكك ولا بدي أقول راحت لهون ولا هون، كلهم بلبنان بالنتيجة راحوا لللبنانيين، إن شاء الله يكونوا لللبنانيين ما راحوا برات الحدود، ولكن اليوم كل هالمساعدات إجت مظبوط للمناطق المتضررة جراء الانفجار، إن كان أدوية ولا كانت مساعدات مالية ولا أي مساعدة تاني، الأولوية لألهم على الأكيد لأنه هن المتضررين المباشرين. هلأ بتمنى أنه يكون في، يعني دايماً عم بيكون في مؤتمرات وتوضيحات، ولكن لهلأ الناس مثل ما حضرتك منهم يعني ما وصل لك ولا أي مساعدة وعم تسألي، وهيدا حقك، هيدا حقك تسألي. كمان اتصال. ألو بونجور. بونجور تفضلي. مدام ربيك بس بدي أحكي عن الدواء. إيه نعم. أنه أنا عندي أمراض مزمنة مش مرض واحد. نعم. وباخد كتير أدوية إذا بدي أعدهم ما بيخلصوا. نعم. بس هلأ بوجود هالمافيا تبعت الأدوية ما خلوا دواء بالفرمشيات برامنا الدنيا، إنه على القليل دواء ضغطي أمنوا لنا إيه. عندي دواء باخده للسلطان كمان، عندي اللازيكس، عندي ريتي ما بتشتغل، شو بدي أعد تعد يعني، ولو إنه بموتوا الشعب ما بكفي الكورونا، ما بكفي الواحد قاعد مزروب بين 4 حيطان ناتين هم عائلته، كمان بموتوه من قلة الدواء، يعني ما عم بفهم شو
وين الدولة؟ ما في دولة أصلا، ما في دولة، شو بدنا نحكي يعني؟ لمين بدنا نشكي همنا؟ أنت بس فشت خلقنا الوحيد. لا أقول لك شغلة مدام، معك حق أنه يعني الناس بدها تعيش يعني عندها لقمة الرغيف، لقمة الخبز، وعندها الدواء لتتعالج، يعني هودي شغلتين ولا ممكن أي إنسان يتخلى عنهم، خصوصا يعني بالمرض وباستمرارية الحياة. للأسف الشديد يعني مفروض اليوم الدواء يكون بالصيدليات فقط لغير، وبالمراكز الصحية يلي فيها صيادلي ويلي هي تحت إشراف وبالتنسيق مع وزارة الصحة، معروفة وين لازم يكون الدواء. الدواء ما بينوصف لا بالسوق السوداء ولا على الطريق ولا تحت الدرج ولا ما بعرف وين. الدواء مكانه بالصيدلية، ولو كان الدواء ما بده صيدلي كان بنحط بالسوبر ماركت بالدكان. من هيك خلينا يعني من المعيب بلبنان نوصل اليوم إن نقول ليش الدواء مش بالصيدلية، وليه الدواء بده يكون مفقود، وليه الدواء بده ينعطى بالقطع. يعني صار للأسف الشديد قلنا في احتكار، قلنا في ناس عم بتهرب وكمشوا مهربين، والمستودعات معروفة، يعني البلد منه كبير، البلد صغير، وقادرين يعرفوا وين رايح الدواء وين عم يتخزن ومين محتكره ولمين عم بيروح إذا برات البلد، كله قادرين يعرفينه إذا بدهم. بس حرام يكون يعني اليوم في أي مريض ما عم يوصل له الدواء، حرام. يعني نحن حرب ومعاناة سنين وما انقطع الدواء، ما انقطع الدواء. هيدا إجرام، هيدا إجرام يوازي إجرام انفجار المرفأ، لما نحن منقطع دواء عن مريض. معك حق اللي عم بتقوليه، منك مضطرة مدام أبدا أبدا، أنت عليك أنك تطلب الفرماشية والفرماشية بتأمن لك بكل بساطة. هلأ بفهم اليوم موضوع الاعتمادات وغيره، ولكن بلجنة الصحة النيابية قال انسألوا بمصرف لبنان يلي مثل هالسنة يعني مدفوع ليجيبوا دواء نفس الكميات الأموال يلي اندفعت هلأ، بس ليه يعني ما زاد الدواء برا؟ ما زادت أسعار الدواء برا، وقد ما تزيد ما بتنقطع. مؤسف جدا، معك حق مدام، هيدي من الأولويات، تأمين الدواء يكون فيه هاي بالدولة بقى، مش كل إنسان يغطي على إنسان تاني وما حدا يزت المسؤولية على حدا. ما في صيدلة إلا ما بده يبيع دواء، وما في صيدلة إلا ما بده يساعد مواطن، وما في طبيب إلا ما اليوم عم بيحاول قدر الإمكان يشوف الأدوية الموجودة حتى يساعد مريضه. ما نطلع بقى من الناس يعني نتهم الناس المباشرين اللي بيجيب الدواء وبيخزن الدواء وبيوزع الدواء، هون بدنا نشوف شو مسؤوليته. بناخد فاصل ومنتابع.